ضروري الغزي ولاد ديالي تجربوا هاد الجوج، هادو ضروري. المهم هاد السموتي هذا كيجي غزال، كيجي مبرد مبرد، وهاد البسبوسة هادي كتجي سهلة وغزالة ومذاق ولا أروع. جمعت شوية، خرجت القاعد لي صوص وديك الشي على برا، حطيت الميكات بحال هكاك. لغد ليه بديت كنستفهم في ليساك كونجيلاتور، من بعد كنلقى بلي ما نقدرش ندخل ديك الشي الكونجلي ناري. صافي سخفت البارح اللي ما درت لكم شويه الفيديو، هادشي فين دوزتو؟ والله العظيم تموت عليا بالضحك. صافي قلت له المراد والو، غادي تخرج دابا دابا تمشي تشري الكونجيلاتور. الحلاوات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. والله توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي البارح ما قدرتش نصور لكم تلمو الحمد لله تلمو كنت مشغوله وكان عندي بزاف د الحاجات. المهم اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله هي شويه لقطات وكي سميتو. المهم بلا ما نطول عليكم هنا، توحشتكم بزاف، يعني بقاو في الفيديو حتى الاخر باسكو غادي يعجب لكم بزاف. المهم دابا ندوزو ديريكتومون، غادي نقول لكم الاسم ديال الرابحه في الانستغرام ديال الجيف واي. حيت البنات سمحوا لي كنت قلت لكم نديرها التنين، التنين صدقت خرجت على برا وراتو صام، خرجت على برا وكان عندي بزاف د الحاجات نديرهم، وقلت لكم ثلاثة ان شاء الله مني مشيت للمترو قلت لكم باللي غادي ندير لكم في الانستغرام رابحه. وصلنا للدار كنا مهلوكين على درت الباربيكيو كي سميتو، وفينا المره خديت الباربيكيو هذا الكبير خديناه. صافي المهم ما علينا هادشي بزاف، داك ساعه نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله في هاد لا فيديو. وصافي دابا ندوزو نمشيو نشوفو الاسم ديال الرابحه اللي ربحت معنا، وان شاء الله تكوني انت اللي كتشوفي فيا. المهم شكون ما كانت فيكم، المهم انت كتشوفي فيا. يلا هون ندوزو دابا نشوفو بالقرعه. يلا الغزي ولاد ديالي، والله الا يسمحوا لي راني درت القرعه وكل شيء في لورديناتور الكبير. دابا مراد راه خدم فيه، ما بغاش يصايب لي ديك البروغرام يعطيه لي دابا. المهم انا درت لكم المونتاج دابا، وانا عارفه البنت اللي ربحت معنا في القرعه، مي غدا غادي نبارطاجي معكم القرعه باش تشوفوا باللي راه درتها وباللي ها شنو. المهم البنت اللي ربحت سميتها امزيان ويسام، امزيان ويسام. المهم انا غادي نكونتاكتيها في الانستغرام وغادي نقول لها بلي راكي ربحتي معانا وكلشي، وخاصك الا كتشوفي الفيديو ديالي اليوم يعني دوزي لعندي الايميل باش تعطيني لادريس ديالك وكلشي، باش الا كنتي هنا نصيفط لك، الا كنتي في المغرب نشوف واش لي بوست محلولين للمغرب ولا الجزائر ولا هذا، فين ما كنتي ان شاء الله نحاول نصيفطهم لك قبل العيد الا كان ممكن. هذا ما كان حبيبات ديالي، المهم سمحوا لي، مي غدا ان شاء الله غادي نوري لكم ديك القرعه اللي درنا بنفس لا توني ديال كلشي باش تعرفوا بلي راه درتها القرعه في لورديناتور. هي دابا ما يمكنليش ناخذها. المهم غزي ولاد ديالي كيف شرحت لكم، شرينا الباربيكو هانتوما كتشوفوه كبير صراحه، درت فيه الفاخر ودرت فيه كاع داكشي اللي بغينا كنا ناكلو في المغرب صراحه. فريمون كياخذ لك كلشي، كيف شفتوا درت فيه البطاطا في بابي الومنيوم، عملت فيه ديك بلا دو كوت، نورمالمون خاصهم يكونوا بلا دو كوت مي نورمالمون سي با بلا دو كوت دو تو، داير بحال اللحم ديال الكسكس، ما كيطيبش البنات، ما نصحكمش هذا اللحم، هذا ما نصحكمش به يعني صراحه. صافي البنات المهم كيف غادي تشوفوا، دوزو دابا نشارك معكم فين غبرت هذا النهار والعشيه ديال البارح ديالو. الوغ ندوزو نشاركوا اونصومبل مع بعضياتنا النهار ديالي فين دوزتو وكيفاش دوزتو. المهم ها نتوما معايا. المهم الغزي ولاد ديالي بالنسبه للبنت اللي ربحت راكم شفتوها هي امزيان ويسام، غادي نديرها انا داك الساعه في الستوري ونصيفط لها ميساج، باقي ما صيفطلهاش، غادي نصيفط لها توت الاغ. المهم بلاصي هنايا الكاميرا، ما عرفتش شنو بغيت نشارك معكم اليوم. اليوم البنات خاصكم تجلسوا حتى الاخر تشوفوا معايا واحد. المهم ما تديوش على لي كادر كي ستريسوني تيلمو بوجين، عاد خاصني نصايب هادشي كله. والله البنات الى البارح دازت عليا، خدينا واحد الباربيكو اللي غادي نكون دابا تشوفوا الفيديو ديالو، كنظن نكون كنحطو لكم هنايا. هذا الباربيكو هذا هو اللي خديناه من اوشو، وكان سبحان الله العظيم بحال الرزق ديالنا وكيستنانا. كان الواحد كنظن اللي بقى اللي قال لي مراد، حيت هو اللي دخل وقال لي بلي كان داير 65 ولا 60 اورو ولقاه ب 45 ولا 40 اورو. المهم ما بقيتش عاقله على الثمن، راكم عارفين والله ما عاقله، اللي ما خديتهاش انا يعني اللي ما كناخذهمش انا ما بقاش عاقله عليهم على الثمن. فوالا ولقاه في بروموسيون، هي داك النهار اللي كيتسالالو لا برومو، يعني الا مشيتو دابا تجبروه بنفس الثمن ديالو 65 وقيله، مي كبيره البنات وزوين كبير وغزال غزال غزال. سير سير سير، حيدتلو لي جوي من الصالون، قلتلو سي بون غادي نجمع الصالون. دابا مشى شافني كنهضر هو مشى يسلق لي جوي. تشوف جوي دابا تشنازا بوكو تشي لي زابري
شويت انا عاد خاصني نطوي الحويجات. والمهم البنات هو صراحه كبيبر وزوين، وكيف غادي تشوفوه كبيبر وزوين وكل شيء، وخذ لي كل شيء يعني كنت نست فيه الخضره وهذا، ودرنا هذيك النهار نهار الباربيكيو صراحه زوين. الوغ بالنسبه للمترو كيف البنات قالوا لي في لي كومونتير هو زوين من واحد ناحيه، وميم طو من واحد ناحيه اخرى تقدري تجبري ولا جبرتي مثلا بحال مني كيكون المارشي راه مترو يتقام عليك غالي، باسكو هو ديال الناس الكوميرس كيربحوا فيه كيغليو وكيربحوا فيه الصرف، والتيفيا ديالهم كتكون غومبورسي كاندون ولا ما عرفت. مي بالنسبه للناس اللي عاديين كان عندهم شويه الغلام. مي انا بالنسبه لي فخوي اللي خديت اولا صافا، ولكن بالنسبه للانسان اللي باغي يربح اولا تصدق له مزيانه يقدر يمشي هو وصاحبته مثلا. دابا انا نمشي انا وصاحبتي ولا انا وشي وحده كنعرفها ناخذوا صندوقه فيها قدام ونقسموها، والثمن هي تخلص النص ديال الكرتونه وانا نخلص النص ديال الكرتونه. يعني الا خديته بحال هكا تقدري تاخذي بزاف ديال الحاجات وتقسموا، ومن هكا تاخذي. الصراحه لي فخوي ديالهم كيكونوا طريين وكيكونوا كيتعطلوا، هادشي اللي كاين. المهم هذه من ناحيه. ثاني حاجه البنات مني وصلنا للدار من بعد قلت لكم بديت كان في الثلاجه ديالي باش نحط البلاصه، فريغو عامر كونجيلاتور عامر بشوش، ما عنديش فين ندير السخره اللي تسخرنا للفريغو، وما عنديش فين ندير السخره اللي جبت ديال اللحم للكونجلي. شنو درت؟ جمعت شويه خرجت القاعد لي صوص وديك الشيء على برا، حطيت الميكات بحال هكاك لغد ليه، بديت كنستفهم في لي ساك كونجيلاتور. من بعد كنلقى بلي ما نقدرش ندخل ديك الشيء للكونجلي ناري صافي سخفت. البارح اللي ما درت لكمش فيه الفيديو هادشي فين دوزته، والله العظيم تموت عليا بالضحك. صافي قلت للمراد والو غادي تخرج دابا دابا تمشي تشري الكونجيلاتور، باسكو ديما كنقولوا نشريو الكونجيلاتور كنقولوا خذي الكونجيلاتور، كيقول لي اوكي نلقاو شي حاجه مزيانه ناخذوها، ومني صافي كننسى. اون فوا كنلقى البلاصه للحاجات اللي بغيتهم يمشيو في الكونجيلاتور صافي كننسى، ما كنصدعوش على الكونجيلاتور. قلت له دابا تخرج ما شغليش، دابا تخرج سير جيب لي الكونجيلاتور. صافي قال لي صافي انا غادي نمشي نشوف. مشى عند واحد الحوانت في مونتلافيل ولا ما عرفت كيبيعوا، المهم ديك الفريغو هذا هو قال لي في الاول جيب فريغو كبير يكون فيه كونجيلاتور وثلاجه، حتى الثلاجه حيت كتعمر حتى الثلاجه كتكون عندنا عامره. صافي قلت له المهم اللي كان جيب لي المهم يكون عندي كونجيلاتور اخر. صافي مشى لقى ديك الفريغويات وهادو غاليين يعني باقي غاليين في الثمن، والكونجلي ما لقاش. مشى عند بيوت هو يلقى دو كونجلي اللي غادي نوريهم لكم ليماج ديالهم الا قدرت نحطهم لكم هنا، سينو راه جاب لي واحد وراه عندي في الفيديو ونوريه لكم دابا. المهم صافي مشى للبيوت هو يلقى تما لقى هذاك الصغير داير واقيلا 150 اورو واحد صغير فيه كياخذ 100 لتر كيديو بالليتر هادشي، ولقى خوه كبير المهم فيه ا بلس. هما مزيانين تاخدي شي حاجه فيها ا بلس باسكو كتكون زعما ما كتاكلكش الضو بزاف، ومشحال ما كان ا بلس بلس عاد حسن يعني مشحال ما كان فيه بزاف زائدات مزيان، هذا راه ا بلس طامبل. صافي مكتوب فيها ا بلس وعندو ديك بزاف ديال الحاجات وما عرفتش شكون فيهم ا بلس. توت فاصون صافي لقى هذا عاوتاني اللي كيدير دوبل من هذاك الصغير وداير 200 اورو يعني 50 اورو ديفيرونس. صافي هو يصورهم لي وهذا قلت له خذ الكبير يعني الكبير، قلت له احنا عبرنا البلاصه فين غادي نديرو. صافي البنات وخذا هذا، المهم كيف غادي تشوفوا في الفيديو كنشرح لكم ممكن تشوفوا الفيديو. المهم صافي خدينا هذا الكونجيلاتور وصراحه فرحت له بزاف البنات باسكو عطاك لي الحياه ديالي، حيت كان هذاك الشيء كله غادي يخسر فريمون. الكونجلي شي حاجه ضروريه ضروريه. دابا البنات غادي ناخذكم معايا غادي نوريه لكم، دابا مركبوا كل شيء نوريه لكم فين هو. هو البنات فين دايرينو، علاش كترجع الكاميرا في لوم ما نعرف. المهم هو فين دايرينو البنات كيف كتشوفوا هنايا هنايا، المهم كبير وكيف كتشوفوا ما بين الكوزينه وهنا كنت كنحط غير نشرد الحوايج دي فوا ما عرفتش علاش كيرجع لي التليفون في لوم. المهم كنت كنحط هنايا غير نشرد الحوايج كيف قلت لكم وكل شيء. ايوا وصافي. ودابا عندي هنا لاسبيراتور معلق، لاسبيراتور معلق وعندي هنا الكونجيلاتور، الكونجيلاتور تبارك الله كبير البنات. المهم اورغانيزيتو كيف بغيت انا كاين فيه داكشي، ولكن الصراحه المهم بلا ما كسميتو هو كبير ما شاء الله كبير. المهم كيف غادي تشوفوا راه نكون وريته لكم خاوي. دو فاصون زوين عجبني بزاف، واللي بغيت ندير له بغيت سلات اخرين بحال هكا ما عرفتش نجبرهم ندير وحيده هنايا وندير فيها لي كلاص، لي كلاص هكا الا كانوا عندي دي كلاص ندير فيها دي كلاص. والحاجه اخرى ولا غزي ولاد ديالي كيف شفتوا معايا، المهم كنا كنهضروا انا واحد صاحبتي وقالت لي خاص نورغانيزيه بلي باني حسن باسكو حيت غادي نبقى نحط فوق موراه
اون بلوس جاي العيد وجاي بزاف د الحاجات الوغ راكم عارفين غادي يبقى ديك الشيء يتركم وما بقاش نلقى الحاجات لتحت. غادي نورغانيزي ديك الشيء بلي باني ان شاء الله. المهم بالنسبه للفاكتور ديال بيت هي هذه، راه الثمن ديالو هو 0.99 يعني 200 اورو، وهذه لا غارونتي ديالو ديال عامين، عطاونا عامين ديال لا غارونتي، واللي حاجه راه مزيانه بزاف يعني عامين يكون عندك الكونجيلاتور، الا ما الا وقعت في حاجه يعطيولك واحد اخر ولا يغومبورسيوك، سينو الا بقى مزيانه راه ديجا عامين راه كتعرفي فيها بزاف ديال الحاجات، غير عام يبين لك بزاف ديال الحاجات. وحاجه اخرى البنات، مني شاف مراد فلوسيت ديال بيوت لقى سبحان الله العظيم هاد السيمانه واقيله دايرين ان بونداشا البنات ابارتيغ الا شريتي 100 اورو من المكازا مثلا ولا اي حاجه 100 اورو من بيوت غادي يعطيوك بونداشا ديال 20 اورو. المهم هادشي اللي عملنا يعني درنا سكانينا هاد الورقه وعطونا بونداشا ديال 20 اورو. الو ديك 20 اورو اللي عطوني منين ندوز ان شاء الله البيوت الا جبرت مالي باني ولا حاجه ناخذهم الكونجيلاتور يعني يكونوا سبيسيال ديال الفريغو، سينو الا ما جبرتش تما راه غادي نمشي للاكسيون ناخذ نفس لي باني اللي عندي في الثلاجه اللي كانوا اورغانيز فيهم الماكله وهذا هما اللي غادي ندير. المهم شاركت معكم هذا النهار البارح والبارح شنو اللي درت فيه وما كنتوش معايا، ودابا غادي ندوز نوجد معكم واحد البسبوسه البنات، لا مي فريمون واحد البسبوسه كتهبل زوينه بزاف صراحه يعني ما راني ديبوردي باقي ما درت شي حاجه للعيد، باقي خاصني ندير بزاف الحاجات الحلوه هاد العيد باقي ما درتهاش. اللي درت هي انني شريت اللعب لسام ديال العيد و شنو اخر خدينا له اللعبه ديالو ديال العيد وخدينا له الحوايج ديال العيد، هو اللي فضى فهمتوا سام هو اللي فضى، انا شنو حتى انا خديت شي حاجات للعيد لي لراسي. المهم انا نوريكم ولكن ديك شي ديال الماكياج وبارفان اللي خديت اصبروا كي نحط لكم نوريكم هي هكا. المهم نوريكم اجيو نجلسوا حسن الغزولات ديالي. المهم كيف قلت لكم غادي نوريكم شنو خديت راسي، انا خديت شي حاجه بساطين هكا ديال العيد صراحه، ديما كناخذ انا راسي شي حاجه ديال العيد، مي في الصراحه مراد هو اللي كياخذ ليها داك شي لبسه ديال العيد كياخذها لي مراد دائما، يعني عندي هذا الولف كناخذ لسام وكياخذ لي فهمتوا، مي دابا هاد الخطره انا خديت راسي دابا بولانستو انا خديت راسي ما عرفتش واش خديت شي حاجه ولا لا، مي انا خديت راسي شي ماكياج وشي حاجه محتاجاهم خديتهم كنت باغياهم بزاف. اول حاجه نبداها معكم هي البارفا ديال سي، ماشي هذيك اللي عندي هذيك اللي سميتها بود نو فواري اللي روز، انا عندي سي اخرى اللي يلا خديتها حتى هي هي هذه، شفت لي كومونتير ديالها وكلشي كيقولوا عليها بلي هي احسن من كاع لي سي اللي كاينين وكتبقى كثار وما نعرف شنو. الصراحه البنات غنقول لكم الريحه ديالها ما نقولكمش خايبه زوينه ريحتها زوينه، ولكن ما لقيتش فيها داك الشيء اللي كانوا كيقولوا، انا لقيت الاخرى كتبقى فيها احسن، يمكن على حسب الجسد ديالي انا ولا ما عرفتش اولا ماشي لو بون مومون اولا بصح كتشم، ولكن مع ما كنتلقاش شي حد حيت رحنا في الكونفينمون ما عرفتش واش انا ما كنشمهاش والناس تقدر تشمها، هذه حتى تما خلوني اتيستي ونقول لكم. المهم بالنسبه للريحه راه زوينه ومختلفه على السي اللي عندي اخرى، مي بوغ لانستون هادشي اللي تيستيت هذيك اليومين مني وصلتني لقيت بلي سي لاخر احسن وما عرفتش. المهم غنشوفوا هادو بالنسبه للتحضيرات ديال العيد راه باقي ما درت والو، يلا غادي ندير واحد البسبوسه اليوم غادي نشوفها كيف غادي تجي، غادي كتجي واعره الصراحه، هي غادي نبارطاجيها معكم باش الا بغيتو ديروها في الصباح ديال العيد تفطروا بها كتجي كتحمق سهله مهله، هذه غادي نديرها باسكو عشقتها وبغيتها وبالنسبه للتحضيرات ديال العيد ان شاء الله خاصني نتورغانيزا لي لهم، خاصني غندير لو غون ميناج الاول ومن بعد خاصني نجلس لهم ونديرهم وشوف واش نبدا اليوم بالليل، راه ولا بديتهم اليوم بالليل نشاركهم معكم اي حاجه درتها راكم معايا. ثاني حاجه خديتها لراسي هو الماسكارا والغوجا ليفو ديالها ديال ايفسالو، بحال هكا كيجيو والباكاجين ديالهم زوار، وهي كتجي بحال هكا ماسكارا وغوجا ليفو فنينه البنات غزالي صراحه، ريحه الماسكارا كتهبل شميتو. الغوجا ليفو هذا هي ميني يعني ماشي ديك الكبار صغور في الاحمر غيجي زوينيون، الاحمر ديالو غزول كيبان لكمش مزيان ياكم ظلمه هنا. والماسكارا اول مره غادي نتيستيها ما عمر جربتها حيت ما بغيتش ناخذ عاوتاني لونكوم بحال هذا اللي ربحت معايا وسام، ما بغيتش ناخذ نفس الماركه لونكوم ونفس الماركه كلاغانس، قلت علاش ما نعرفش حاجه اخرين يعني كاينين بزاف لي مارك اللي كيهضروا عليهم مزيان
ريحته كتسطي، ريحته بحال البارفان. كيقولوا بلي كيعطي لك لي في بحال لي فوسيل، وهذا زعما كيطلع لك الشفر مزيان. المهم باقي ما عمر جربته، عمر حشيت درته في عينيا. المهم غير جربوا، راه نتوما اصلا اين فوا كتشوفوا عندي شي ماسكارا زوينه كتبقاو تسولوني حنان عافاك الماسكارا ديالك شنو هي، يعني اين فوا تلقاو راسكم سولتوني وجاوبتكم شنو هي الماسكارا عرفوها واش زوينه ولا لا. المهم خديت هذه وخديت وحده اخرى ديال بوبي براون، حتى هي ما حيت ما عرفتش نختار بيناتهم، ما قدرتش نختار بيناتهم، وبجوج بهم زوينين يعني بجوج بهم غزالين. هذه ديال بوبي براون ماركه ديالها معروفه جدا، وافسالوغو ماركه ديالها عاوتاني معروفه جدا، وبجوج بهم كانوا لي زافي ديال الناس غزالين عليهم. هذه ما فيهاش الريحه، والشيتات ديالهم مختلفين شويه، كل وحده اش كدير، هذه واقيله كدير لك الكثافه ولا ما نعرفش، وهذه كدير لك ايفي فوسيل، ما بقيتش عاقله على شكون فيهم. المهم جوج بهم زوينين وعجبوني خديتهم، وخديت واحد لاباليت ديال الكونتور. الصراحه ما كنديرش بزاف هادشي ديال الكونتورينغ، مي قلت علاش لا، هذا اللي ديال منين كنت ندير لكم مكياج وهذا، كنت ديسيديت انني ندير لكم في الانستغرام ان شاء الله، وباقا عند كلامي منين كل الايامات العاديه نكون كماكي نبارطاجي معكم في الانستغرام. فوالا الغزوله ديالي فريمون زوينه هاد لاباليت هادي ديال لا مارك سليك، ولا مارك سليك كترخص بزاف، لي برودوي ديالها زوينه هادي عجبتني بزاف، فيها الالوان، وخديت ميديوم على حسب البشره ديالي انا، هانت فيه هذا فيه الاورانج، فيه على حسب كيف بغيتي ديريه. وشنو خديت البنات؟ الصراحه خديت جوج فيرني، الفيرني الاولي هو هذا اللي دايره دابا، ما عرفتش ما يبان لكمش مزيان حيت الاضاءه ما زويناش، هو هذا اللي دايره دابا ما مصايباهش مزيان، شفتوا هذا اللون بحال غوز ما عرفتش، المهم غوز. الا درتيه مدوبلي بحالي غادي يجيك باين، الا درتيه خفيف راه ما يجيش باين بحال هكا، يجي خفيف وزوين. هو هذا، هو هذا هذا الفيرني غوز، هو هذا من لا مارك ديال نيسنيك، نيل كال ولا نيسنيك، فوالا عرفتش النمره ديالو البنات، ولكن الغوز ديالو هانتوما كي كتشوفوا غوز بيبي خفيف، غوز بارد، شفتوا هكا داير من هاد الماركه هادي. غنشوفوا البنات، المهم انا يلا جربته اليوم، غادي نشوفه مع المعنات وهذا، باقي غادي نحك ليه شي معنات ونشوف اش غيتحرك من بلاصتو ولا يمشي دغيا. ثاني حاجه خديتها هي ديال لا غوش بوزي، هو هذا هو سيتان فيرني، كديري قبل ما تحطي الفيرني ديالك وبيان سو درتو هنا، كديري كومباز وكيصايب لك كيقوي لك الضفره ديالك، يعني كيقويها لك فوالا، كديري مره في السيمانه كنظن ولا جوج مرات فوق ما بدلتي الفيرني. مي انا راه غادي نديرو دابا وساعه حيت كنحيدو دابا وساعه الفيرني. فوالا البنات صافي البنات، ومني كملت صيفطوا لي واحد لو شونتيو تري 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 مينيون، حمقني هذا الشونتيو هذا ديال لا مارك بوبي براون، حيت مني خديت منهم الماسكارا صيفطوا لي روج علاف بحال هكا، شفتوا ماما راه تشريها بفلوسي، ماشي كنقول لكم صيفطوا لي صحاب لكم غادوي. فوالا بوبي براون غلوس في هذا اللون هذا، فريمون زويون كيضحك سخيتوتني. المهم البنات هادو هما اللي خديت، البارفار خديتها هي قبل ومن بعد الماكياج. فوالا الغزولات ديالي، المهم هادشي اللي خديت العيد ليلي راسي، يعني هادشي اللي كنت محتاجه صراحه، ما بقاتش عندي ماسكارا، تلاو لي الماسكارات ديالي كاملين، وما عاشت مع رمضان يعني ما كتحتاجيش، مي ابخي فوالا قلت غادي نحتاجو ابخي والعيد جاي، يعني انا دائما في العيد كيعجبني ندير واحد ماكياج زويبان وكلشي. هذا ما كان، المهم دابا غادي نمشيو نوجدوا البسبوزه العجيبه واللي كتوجد في دقائق زوينه بزاف مع السيرو ديالها اللي واعر، نمشيو نوجدوها وها انا معكم ان شاء الله. التحضيرات ديال العيد غادي تشوفوه معايا من آل الزيت ان شاء الله يا ربي. ها انتم البنات غادي نحضر معكم احسن بسبوسه واسهل بسبوسه غادي تجربوها في حياتكم، ناجحه 100% وما كتحتاجش بزاف ديال ديتاي. المهم اول حاجه غادي تحتاجوا معايا كيف كتشوفوا واحد الصلاديه تكون غارقه اللي غادي تجمعوا فيها الخليط، وغادي تحتاجوا 3 د البيضات، وتحتاجوا 100 غرام سكر سنيده، وتحتاجوا واحد الياغورت ناتور. شوفوا بالنسبه اللي غادي دير دانون مسوس تقدري تعبري كاع هادشي بدانون ديالك بالغطا ديال دانون اللي ما عندهاش العبار. وتحتاجي 100 غرام ديال الزيت المائده، تحتاجي 100 غرام عاوتاني ديال السميد، تحتاجي جوج خمارات ديال الهلزة اللي فيهم 11 غرام، وتحتاجي واحد الفانيلا سكر دو فاني، وواحد واحد القبيطه ديال الملحه، وشويه ديال الكوكو. المهم عبري بدانون مسوس، وواحد دانون مسوس ديال واحد الغطا ديال اولا العبا ديك الكاس ديال العلبه عرفتوا، ديري كاس واحد ديال السميده
و كاس واحد ديال الكوكو. اول حاجه كنهرسوا البيض، ثلاثه البيضات ديال السكر، كنديرو عليه سكر فاني وقبيسه ديال الملحه. هادو اول حاجه. يا اما كتاخدي الدراب اليدوي يا اما كتاخدي الدراب الكهربائي. انا فضلت الدراب الكهربائي باسكو كيخلط دغيا، في الساعه كيكون عندك كل شيء مخلط مزيان وكيطلعوا كيرجع لك بيض البيض دغيا كيبيض. صافي البنات تخلطوا مزيان حتى يرجع لكم بحال هذا القوام هذا. ومن بعد غادي تاخذوا دانون مسوس، غديروا ديك البواطه كامله بحال هكا. كيف قلت لكم تقدروا تعبروا كاع هاد لي زانغريديو بهاد دانون مسوس هذا ديالكم. صافي غادي نديروه وغادي نضيفوا عليه 100 غرام ديال الزيت. 100 غرام هي نفس العبار ديال ديك دانون. غادي تشدي ديك الكاس دانون وتعبري فيه الزيت ديالك صافي، وغادي تخلطي مزيان باسكو الزيت كيعجبها التخلاط، يعني خاص تخلط مزيان. ومشحال ما خليتي مزيان تقوني هاد البسبوسه كتجي بسبسه كتجي ديك السميد ديالها وكلشي كيجي فريمون زوين. غادي تشوفوها معايا في الاخر وغادي تفهموا كلشي. فريمون زوينه زوينه وزوينه للصبحيه ديال العيد. هنايا عندي 34 غرام ديال الكوكو محكوك، اولا العبار ديال كاس ديال الياغورت محكوك، فهمتوا؟ الكاس ديال الياغورت محكوك حيت هو ما كيعبرش بزاف دغيا، واخا كديري البول عامر به كيوزن لك غير شويه. صافي كنخلطو مزيان من بعد. واخر حاجه كنديروها كنحيدو التراب ديالنا، كناخدو واحد السباتو وكنشدو السميد ديالنا 100 غرام كندردروها بحال هكا، ولا كاس ديال الياغورت البواطه ديال الياغورت ديال السميده، سميده رقيقه البنات هذيك رقيقه كاع، وجوج الزات كيف قلت لكم فيها 11 غرام في كل وحده. صافي وداك الساعه تاخدي السباتو ديالك وخلطي غير بشويه بحال هكا وصافي البنات. اسهل حاجه تقدري ديريها والصبحيه ديال هذا كتجي فنه. سوا تاخدو واحد العبار ديالكم كيما بغيتو، بغيتو ديرو العبار كبيره البنات دوبلي المقادير، هادشي اللي غنقول لكم دوبليو المقادير على حساب شي حجم كبير. انا هاد الحجم الصغير كيف كتشوفوه شديت عملت ديك بابي كويسو باسكو ما عنديش هاد المول اللي كيتحل، من الاحسن داك المول اللي كيتحل من التحت باش هكا ما كتهرس لكمش البسبوسه. كنحطو كاع داك الشيء في المول، من بعد كنحركوه شويه باش يتماشى فيه. وهنايا كتكونوا سخنتوا الفران مزيان على 180 درجه وكندخلوها 25 دقيقه با بلوس من التحت ومن الفوق، 180 درجه كيكون الفران سخون مزيان من قبل. صافي البنات دابا ندوزو نوجدو السيرو. السيرو البنات ساهل جدا، كتحتاجي 290 مليلتر ديال الماء بارد عادي، وكتحتاجي واحد الكاسرونه فاش ديريه، وكتحتاجي واحد 130 هكاك 130 140 غرام ديال السكر على حسب كل وحده والذوق ديالها. وتحتاجي ليمونه ماشي لي الشين، المهم الليمون، الليمون ماشي الحامض، على حسب انت المذاق اللي بغيتي ديري، بغيتي ديري الحامض ديري الحامض، المهم الليمون حسن كيجي زوين. ليمونه وحده تقطعيها شرائح تغسليها مزيان وتقطعيها شرائح بحال هكا. صافي تشدي الكاسرونه ديالك تخوي فيها الماء، تحطي فيها السكر وتحطي فيها الليمون ديالك بحال هكا، وتحطيه يغلي حتى يكون يدير لك ديك الماده ديالو الماء يرجع لزيج، عرفتوا؟ يرجع بحال السيرو، المهم راكم عارفين. المهم حتى يغلي يغلي وكيكون الماء كيرجع شويه لزيج وكيتبدل اللون ديالو، تما صافي طفيه بحال هكا كيف غادي تشوفوه بحال هكا. ودابا دوز ونصايب معكم واحد السموتي اللي غادي تحماقوا عليه. يلا المهم انا طفيت على السيرون، راه كيبرد خاصو يكون بارد تماما ملي نخرجوا الكيكه. المهم هنا غادي نوجد معكم واحد السموتي اللي كيجي زوين 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 بلي فخوي، تالمو لي فخوي كيبقاو في الثلاجه كياخذوا البلاصه، قلت راه نصايبهم هكا باش ناكلوهم، حيت في المغرب سبحان الله العظيم كناكلو ابخي ما كنقدروش عاد نزيدو حاجه. المهم كيف كتشوفوا هنا كناخذ خديت شويه ديال البلو بيري، خديت شويه ديال الفخيز، شويه ديال الكيوي، شويه ديال البرقوق، شويه ديال الليمون، وشويه ديال الفخيز والبنان. المهم خديت هنا زدت واحد التفاحه حيت نورمالمون كنضيفو شويه ديال الماء لهاد لي فخوي باش يلاه يجيو. هو احسن حاجه شنو ديروا هما هاد لي فخوي قطعوهم على لافونس حطوهم في الكونجيلاتور، هاد السموتي كيجي بارد وكيجي ديك القوام نتاع العصير كيكون جامد شويه، يعني بحال لاكلاس بريسك كيكون خاطر، فهمتوا؟ من الاحسن تدخلوا هاد لي فخوي هادو تدخلوهم الكونجيلاتور على فونس. انا كانوا عندي طريين في الثلاجه عملت لهم هكا وطحنتهم، وداك الساعه ندخلهم شويه الكونجيلاتور باش يشدوا في راسهم. دابا الناس عندهم الكونجيلاتور ساهل عليهم الحال والله العظيم فرحانه به فريمون الحياه ديالي تسهلت دابا. صافا البنات المهم كيف شفتوني كان جاني خاطر شويه، ضفت له شويه كنت دلمه وجا جاري ابخي ستلو تفاحه باش تخليه شويه شد في راسو. ودابا غادي نحطو في الكونجيلاتور ونعاود نفس الحاجه، تشلي اشك فوا تشلي ديك الحاجه فاش كطحني، المهم فيها شويه ديال الخدمه مي هي حاجه بسيطه. وكيف شفتو
في 25 دقيقة وجد لي البسبوسة ديالي، خليتها أكوتي، نكمل معكم سموتي وغادي نمشي نسقيها، يعني تكون هي هادي كيكون حتى السيرو برد لي شوية. صافا البنات بالنسبة للكيوي ما زدتش معاه الماء حتى الاخرين، حتى الاخر جبت معاه نقيطة نقيطة د الماء با بلوس باش تكون خاطرة. صافي وغادي تحطي عاوتاني في لوبول حتى هو نفس الطريقة حتى نساليهم كاملين ونديرو في الكونجيلاتور. بالنسبة للماء البنات تحكموا في يديكم، يعني معلقة ديال الماء معلقة، حيت حنا بغينا لي فخوي ما بغيناش عصير، يعني بغينا يكون سموثي ويكون يكون جامد شوية. وغادي تشوفوا معايا الطريقة، نفس الطريقة مع لي فخيز. حاجة وحدة باش تكون عندي لا ديفيرونس ديال اللوان ما بين الفخيز وهذا، بغيت واحد اللون يكون اورانجي شوية. المهم اللي عندك في لي فخوي تقدري تستعمليه، بغيت اللون شوية يكون اورانجي شوية. غادي نستعمل فيه كيف هنا ما غسلتش حيت غادي ندير الفخيز حتى هو، درت لورانج ودرت بنان ودرت الفخيز معاه غير على ود واحد اللون يكون خفيف بحال هكا. صافي نفس الطريقه البنات حتى نسالي كلشي مع البرقوق وكلشي. يلا المهم غزي ولاد ديالي، من بعد ما خليت شويه لي سموتي ديالي يشدوا فراسهم شويه في الكونجيلاتور، جيت خديت البسبوسه ديالي وخديت السيرو حتى ما برد تماما، غير البسبوسه اللي سخونه جيت اخويت فوقها السيرو بحال هكا ونخليها تشرب لي السيرو مزيان، تخليوها ترتاح واحد المده عاد تقدموها بالصحه والراحه. المهم انا غادي نخليها ترتاح شويه على ما نحيدها ونوري لكم النتيجه ديالها كيف كتجي، واخا انني غادي نخليها من بعد ترتاح اكثر. المهم انا حيدتها ودرتها في البلا في البلا اللي غادي نقدمها فيه، غادي تشوفوا معايا كتجي البسبوسه كتصط يا البنات، كتجي فريمون غزاله، خاصكم تذوقوها البنات كي كيكون المذاق ديالها. ودابا نورمالمون راه عاد باقي عاد خاصها ترقد في السيرو ديالها، مي كتجي مبسبسه ما عرفتش كنشرح لكم. البنات ندوزو نوجدو طريقة كيفاش غادي تصايبوا السموتي ديالكم وتقدموه في الكيسان. بيان سور الا كنتو درتو لي فخوي هكا قطعتوهم وحطيتوهم في الكونجيلاتور وعاد طحنتوهم احسن حاجه باسكو كيجيو قاسحين شويه. المهم هنا انا خليتهم شويه يشدوا فراسهم، هذا اللي درت بالبلو بيغي والتفاح الاولي اللي حطيت في الكونجيلاتور شد مزيان فراسو وجا هكا خاطر واعر، هذا واعر. المهم الاخرين باقي شويه جارين مي سي با غاف، راه كيصلاحوا كيف ما درتي لهم، واخا تخليهم غير طريين بلا كونجيلاتور بلا والو كيجيو واعرين وما كيهبطوش مع بعضياتهم. المهم انا صايبتهم بحال هكا، نتوما الا كانوا يجيو عندكم الضياف وهذا ديروا بالقياس مزيان وميزوا مزيان وديروا لي فخوي ديالكم يعني مزيان في الكونجيلاتور قبل ما تطحنوهم باش يجيكم ديك الشيء قدو حدو وعبروا بالمعلقه شحال غادي ديروا كلشي. المهم فريمون لا الشكل ولا مذاق كيجي واعر، الوحيد اللي شربوا باقي وسام يلا نشربوه مي حنايا حتى ان شاء الله حتى المغرب عاد نشربه، مي راه كيجي بنين باسكو ماشي اول مره غادي نديرو، كيجي غزال فوق ما كيكون عندي لي فخوي هكا وما كيتكالوش كنديرو بهذه الطريقه. صافي البنات بحال هكا كيجي غزال، بغيتي ديري دينوا بغيتي ديري اي حاجه بغيتي ترديه زعزع ديري البنات الشمال هما اللي غيعرفوا شنو هو زعزع. المهم البنات هذا هو الكويس، ما بقالك الا ديري واحد لاباي و صافي و كيجي غزال وراه كيدوز من لاباي وكلشي زعما ماشي خاطر زعما ما كيدوش. وهادو هما الطبق البنات هما هادو اللي شاركت معكم، كنتمنى انكم تجربوهم مي فريمون كنتمنى سواء العيد سواء المهم بسبوسه انا سي سيغي سيغتا درتها لكم باش ديروها الصبحيه ديال العيد باسكو فريمون غزاله. صينو العصير تقدروا ديروه في اي وقت، انكم جبرتوا باللي ما كيتكالو لكمش لي فخوي الدراري ما كياكلوهمش، عطيو لهم واحد الكويس بحال هكا وراه ما نعرفش شحال من فيتامين عندهم في لوكور ديالهم باسكو انا سام خدا واحد الكويس صايبتو له بديك شي لاخر حيت صايبت كيسان اخرين الوغ فريمون شربوا بالكوتي يعني خدا الكوتي ديالو اينوم يعني ماشي اينوم ولكن زعما اون فورم خدا واحد الحاجه اللي زوينه في الكوتي. المهم ما نكثرش عليكم البنات، كنتمنى من كل قلبي انه ينال الاعجاب ديالكم الفيديو وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وشاركت معكم لي جورني ديالي كيفاش دوزتهم. ونعطيكم موعد ان شاء الله غدا بفيديو جديد اللي كنتمنى ان تكون فيها ان شاء الله نكون ساليت التخمال ديالي وكلشي اللي خاصني ندير باش نبدا في التحضيرات ديالي للعيد وانا مهنيه. فوالا غزي ولاد ديالي وكنبغيكم بزاف، ما تنساوش هادي وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تشجعوني بواحد اللايك، وإلا كنتي باقي ما اشتركتيش في القناه وبغيتي تشوفي عاود مازال شي فيديو من هاد القناه نسيتي با انك تشتركي فيها. وشكرا لكم بزاف ويلا بسلام عليكم، باي باي.